ازيكم عاملين ايه؟ والله لحبك موت وحب برج الحوت. عمرو دياب فاجئنا بألبومه الجديد، الهضبة لعمرو دياب فاجئنا بألبومه الجديد ودايما بيفاجئنا، لكن المرة دي بصراحة المفاجأة كانت غير طبيعية. عمرو دياب بذكاء شديد جدا جدا استطاع ان هو يجسد الحالة الشخصية بتاعته لحالة غنائية عمل الجمهور، وهنا فعلا بقول حالة شخصية. عمرو دياب بدون شك مطرب محترف من الطراز الفريد، مطرب عالمي بيعرف ان هو يوصل اي حاجة، سواء حالة حب، حالة حزن، حالة فرح، من الكلمات والالحان يقدر بصوته المميز والحانه المميزة ان هو يقدر ينقلها للجمهور ببراعة جيدة جدا. لكن عمرو دياب في الاغنية بتاعت اجمل عيون، الاغنية دي محدش يقول لي ان هي حالة عامة، لا 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 لا، اسف، الاغنية دي حالة شخصية عايشها عمرو دياب، ومش هتكلم في ان هو عايشها لمين، لان ده شيء يخص حياته الشخصية. يعني انا بستغرب جدا جدا من الناس اللي بتقعد تتكلم دي للفنانة كذا واصله ساب وارتبط، ده شيء ما يخصناش، دي حياته الشخصية هو. لكن بجد فعلا عمرو دياب قدر ان هو ينقل الحالة الشخصية دي لحالة الناس، وده اللي خلى الاغنية مميزة جدا. احنا لما نيجي نبص الاغنية اجمل عيون ببساطة ايه اللي خلاها مميزة؟ اول حاجة كلمة اجمل عيون، اغنية اجمل عيون الاسم نفسه بتاع الاغنية كررها مرتين بس في الاغنية. طيب والله لحبك موت وحب برج الحوت اتكررت 7 مرات في الاغنية، دي رقم واحد. يعني اللي ميز الاغنية، حتى انت لما تيجي تتكلم تقول ايه اغنية برج الحوت. الحاجة التانية ان اول مطرب يغني لبرج الحوت، ويا بخت بنات بقى برج الحوت، كل واحدة من بنات برج الحوت هتذل جوزها وهتقعد تتنطط على جوزها او على حبيبها علشان هي برج الحوت. وطبعا في بنات بقى اللي من برج الدلو والابراج اللي حوالين الحوت هيحاولوا ان هم يتمحلسوا ويجوا كده ويعملوا نفسهم بنات برج الحوت. الحاجة التالتة والمميزة فعلا ان عمرو دياب فعلا في الالبوم الاخير قدر ان هو يرجع للفترة، التألق بتاعته بتاعت فترة التسعينات وفترة 2000 في ألبومه الجديد، لأنه فعلا ألحان مميزة وكلمات مميزة. وأنا برضو فعلا حبيت أقول للهضبة إحنا بنشكرك على الألبوم الجميل ده، وأنا واحد من أشد معجبينك زي بقية الملايين. وأشوفكم على خير، سلام عليكم.